الرئيس السيسي يثمن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية. وزيرة الصحة تستقبل أولى شحنات لقاح كورونا وتؤكد أنها ستقدم بالمجان للكوادر الطبية وكبار السن. بايدن يصف توصية هيئة الدواء والغذاء باستخدام لقاح فايزر بأنه نقطة ضوء في وقت مظلم. السابعة صباحا الخامسة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث وجه بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في أحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وقد وجه السيد الرئيس بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد. كما وجه السيد الرئيس أيضا بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية. وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثمن الرئيس السيسي هذه الخطوة المهمة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل من المغرب وإسرائيل قد اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، واصفا ذلك بالإنجاز الهائل للسلام في الشرق الأوسط. في السياق نفسه، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مع ترامب على مواقف بلاده الثابتة من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. يأتي هذا بينما أكد الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قد أكد للرئيس الفلسطيني دعم الرباط لحل الدولتين. رحب الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي بقرار رباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، ووصف بن زايد في تغريدة له ما سبق بالخطوة السيادية التي تساهم في تعزيز السعي المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
ذكرت وكالة أنباء البحرين في بيان أن العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة قد أشاد بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقامة علاقات دبلوماسية واتصالات رسمية مع إسرائيل. استقبلت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارما الصينية بمطار القاهرة الدولي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وشددت وزيرة الصحة على أن هذه الشحنة تدل على اهتمام القيادة السياسية بتوفير اللقاح للشعب المصري، مشيرة إلى أنها خطوة عظيمة تدل على عمق الصداقة بين مصر والصين والإمارات. وكشفت هالة زايد عن أن الأسابيع القادمة ستشهد وصول المزيد من الشحنات الخاصة بلقاح كورونا. طبعا حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية المسؤولة عن وضع أو التعامل مع اللقاحات، أكثر الفئات اللي هتتم تلقيها لهذه اللقاحات هي الفئات الأكثر عرضة اللي هي الأطقم الطبية، والفئات الأكثر تضررا من فيروس الكورونا اللي هي الفئات اللي عندها أمراض مزمنة زي الفشل الكلوي، زي الأورام، زي الأمراض المزمنة، أو كمان كبار السن. دي أول دفعة، بس إن شاء الله سيتم استقبال دفعات متتالية بإذن الله، بالإضافة إلى العقد اللي احنا مضيناه مع التحالف الدولي للقاحات للحصول على مزيد من هذه اللقاحات. نسبة النجاح 96%، ونسبة 100% ما فيش حالات متوسطة أو حادة. وأكدت زايد أن اللقاح سيتم توفيره بالمجان، والأولوية في التوزيع ستكون للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. إحنا هذه اللقاحات هي اللي إحنا أجرينا عليها التجارب السريرية، واللي كنت أنا الحمد لله تشرفت أكون أحد المتطوعين فيها. بعد ما نجحت التجارب السريرية كان في تطعيم للقاح ده في دولة الإمارات الشقيقة وحصل على موافقة الطوارئ، ثم أمس حصل على الموافقة النهائية، وإحنا الحمد لله استقبلنا أول شحنة. طبعا إحنا مضينا عقد يوم 4/12 مع التحالف الدولي الجافي لبرضو مزيد من اللقاحات، ولكن الحقيقة النهاردة بعتبره يوم تاريخي جدا، ويعني بشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بملف صحة المصريين ووضع أزمة الكورونا على يعني الأجندة الرئاسية بكل قوة، واللي أدى ذلك إلى أن احنا الحمد لله يكون عندنا كأول دولة أفريقية تعمل الأبحاث الإكلينيكية وأول دولة أفريقية تحصل على لقاح الكورونا. كما أعربت السفيرة مريم الكعبية القائم بأعمال سفير الإمارات بمصر عن سعادتها بهذا الحدث الذي تشهده مصر في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والإمارات وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للأخوة والتضامن في إطار العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القوية. لا شك أن التضامن والتلاحم المجتمعي يساهم في التصدي لتلك الجائحة، وأن عنوان هذا التضامن هو مساندة بعضنا البعض كأخوة وأشقاء حتى تنتهي تلك الأزمة. ولا شك أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر يمثل نموذجاً من الأخوة والتلاحم والتضامن، في والتضامن يجعلنا نشعر بأننا نقف في مكان واحد لمواجهة تلك الظروف. ومن هذا المنطلق سعت دولة الإمارات للتعبير عن تضامنها مع مصر الحبيبة عبر تقديمها لشحنة اللقاحات هذه كهدية ودعم للجانب المصري.
قال السفير الصيني بمصر أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن بلاده سعيدة بوصول أول شحنة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات إلى الشعب المصري. تحت الرعاية الكريمة من سيد الرئيس فخامة رئيس الصين السيد شي جين بينغ وفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، شهدت العلاقات الصينية المصرية طفرة كبيرة جدا في هذه السنوات الأخيرة، وفي هذا العام بالتحديد وعلى خلفية تفاشي جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، ولما كانت الصين في الفترة الحرجة لمكافحة الفيروس، بعث فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي برسالة تضامن إلى السيد الرئيس الصين السيد شي جين بينغ، وأيضا كلف معالي وزير الصحة الدكتورة هالة بزيارة إلى الصين حاملة معها مستلزمات الطبية والوقائية إلى الصين. وما زلت أتذكر في شهر مارس الماضي كنت أقوم بتوديع معالي وزير للسفر إلى الصين في مطار القاهرة الدولي، وأيضا وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضاءة 3 معالم أثرية مصرية بألوان العلم الصيني. فردا للجميل أيضا قدمت الحكومة الصينية دفعات من المساعدات الطبية والوقائية إلى الجانب المصري، وأيضا اليوم وصول اللقاح الصيني إلى مصر من خير دليل على عمق وقوة الصداقة بين البلدين الصين ومصر. أكدت وزارة الخارجية أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها إعمالا لنصوص الدستور واستنادا إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة. هذا وأضافت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن ذلك يتم على ضوء قناعة راسخة بالمسؤولية والالتزام أمام الدستور والقانون. وشددت الخارجية على أن مصر تبقى منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء على أرضية من الندية، وتأسيسا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي إطار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات الإنسانية، ومن بين هذه المبادرات برامج الحماية الاجتماعية والصحية والتي تسعت مظلتها لتشمل ملايين الأسر. تبنت الدولة المصرية مفهوما شاملا لحقوق الإنسان ضمن مشروعها الوطني، إيمانا منها بحق المواطنين في حياة كريمة وآمنة. ومن هذا المنطلق أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات الإنسانية، ومنها برامج الحماية الاجتماعية التي اتسعت مظلتها لتشمل ملايين الأسر، ومنها برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، واللتين أسهمتا في تحسين حياة شريحة واسعة من الأسر الفقيرة وتحسين سبل العيش في المناطق
المناطق والقرى الأكثر فقراً، إضافة إلى توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية بديلة للعشوائيات والمناطق الخطرة. ومن ناحية أخرى، عملت الدولة مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية على تمكين المرأة ودمج الفئات المهمشة بالمجتمع من خلال توفير فرص جادة ضمن برنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كذلك وضعت الدولة أساساً راسخاً لضمان العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في الرعاية الصحية، فقامت من خلال مبادرة 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي بفحص أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج للمرضى بالمجان. كما شملت الرعاية الصحية طلاب المدارس بمبادرات الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة والمبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار. كما يعد الحق في التعليم الجيد أحد الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة كأولوية ضمن خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على بناء الشخصية المصرية والاستثمار فيها. من خلال خطوات جادة ونتائج ملموسة، أثبتت الدولة المصرية عزمها على دعم حقوق الإنسان من خلال التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفقاً لاستراتيجية واضحة تحقق منها الكثير. أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أن مسيرة بلاده نحو السلام الشامل والديمقراطية والتي تتحقق معها المطالب كاملة تواجه الكثير من العوائق، مشددا على أنه بتوحد الأهداف ووضوح الرؤية سيجتاز السودانيون الموانع. وقال حمدوك أن إنجاز مشروع الانتقال على الأسس التي وضعتها ثورة ديسمبر هو الوقود الذي يعين على السودان استكمال المسير نحو الغايات المنشودة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز وصون حقوق الإنسان المرتكز الأساسي للتحول الديمقراطي المنشود. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104,281 حالة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس، لافتا إلى وفاة 22 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد والذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 120,147 حالة و 6,854 حالة وفاة. أحصت الولايات المتحدة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في حصيلة يومية تعتبر ضخمة في هذه البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدة تفشيا متسارعا للوباء. وقالت جامعة جونز هوبكنز أن عدد الإصابات الجديدة جراء الفيروس في البلاد بلغ أكثر من 210 ألاف حالة. أوصت لجنة استشارية رئيسية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على لقاح فيروس كورونا والذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية الاستخدام في الحالات الطارئة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما. هذه الخطوة هي الأخيرة قبل أن تمنح إدارة الغذاء والدواء موافقتها النهائية لتوزيع الجرعات الأولى على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
من جانبه وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن اللجنة الاستشارية للإدارة إدارة الغذاء والدواء توصيتها باستخدام لقاح فايزر بأنه نقطة ضوء في وقت مظلم. وعبر بايدن عن امتنانه للعلماء الذين طوروا اللقاح والخبراء الذين قيموا سلامته بعيدا عن التأثيرات السياسية، مؤكدا أن إدارته ستعمل من اليوم الأول وفق خطة متينة لاحتواء الوباء. أكدت السلطات الكندية أنها في انتظار تسلم أول دفعة من اللقاح ضد فيروس كورونا والذي طورته شركة فايزر الأمريكية وبيونتاك الألمانية. هذا وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو أن الشحنة الأولى المؤلفة من 30 ألف جرعة من اللقاح ستصل البلاد في غضون الأيام القليلة القادمة، قائلا أن ذلك يعد خطوة جيدة تنتظرها البلاد. ومن المقرر أن يرسل اللقاح إلى 14 مركزا أو مركز توزيع في مختلف أنحاء البلاد، وسيساعد العسكريون في هذه الجهود. أعلنت مجلة تايم الأسبوعية الأمريكية أنها سمت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس شخصية العام، وذلك ضمن قائمتها التي تعلنها سنويا. وقع 106 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي مذكرة لدعم الدعوة القضائية التي أقامتها ولاية تكساس التي تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في 4 ولايات حاسمة وهي جورجيا، ميشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، وفق شبكة CBS نيوز. هذا وقال الجمهوريون في بيانهم أن المذكرة تهدف أيضا إلى توضيح القلق من أن المخالفات غير الدستورية والتي شهدتها الانتخابات الرئاسية تلقى بكثير من الشك في النتائج وفي نزاهة نظام الانتخابات الأمريكي. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن هناك اتفاقا في القمة الأوروبية على فرض عقوبات على تركيا. وقال دبلوماسيون للوكالة أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماعهم على أن تصرفات تركيا في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص غير قانونية وعدوانية، مشيرين إلى أن الإجراءات والتي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية يمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد موسكو لا معنى له. وفي مؤتمر في موسكو قال لافروف إن الولايات المتحدة وحلفائها يستغلون أزمة كورونا ويضعون مصالحهم فوق المصالح الإنسانية العالمية، قائلا إن بلاده تحتاج إلى الغرب مثلما يحتاج الغرب لروسيا. أعلنت البحرية الروسية أنها ستشارك عام 2021 في مناورات عسكرية تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهي أول مناورات لها مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو منذ 10 سنوات. وأكد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في بيان مشاركة الجيش الروسي في مناورات أمان 2021 والمقرر إجراؤها في فبراير قبالة باكستان، وستشارك 30 دولة في هذه المناورات. تقوم 10 دول بإرسال سفن
بينما تشارك الدول الباقية بصفة مراقب. ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اتفقا على تمديد مفاوضات بريكزيت حتى الأحد القادم. هذا وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق جاء خلال قمة جمعت بين الجانبين في بروكسل استمرت 3 ساعات. بعد أشهر من المحادثات الشاقة في خضم الأزمة الصحية، دخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال نوفمبر الماضي في الجولة الأخيرة من المفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكزيت للتوصل في ختامها إلى اتفاق تجاري غير مسبوق، أو في خلاف ذلك إلى فشل سياسي مرير. وتتعثر المفاوضات في كل مرة نتيجة الضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق بالمنافسة ووصول الأوروبيين إلى مناطق الصيد في المياه البريطانية وطريقة إدارة الخلافات في الاتفاق المستقبلي. وسيتسبب الخروج من الاتحاد من دون اتفاق بمزيد من التداعيات للاقتصادات المتضررة أساساً جراء وباء كوفيد-19، لكن بشكل أكبر للاقتصاد البريطاني، إذ أن المملكة المتحدة تصدر 47% من منتجاتها إلى القارة، في وقت لا يصدر الاتحاد الأوروبي سوى 8% من بضائعه إلى بريطانيا. وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، إلى أن تأثير الانفصال لن يظهر قبل مطلع العام المقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي يفترض أن يتواصل خلالها تطبيق المعايير الأوروبية. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستخضع المبادلات بين الجانبين إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مع إعادة فرض رسوم جمركية كبيرة في بعض الأحيان. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. تنطلق اليوم مباريات النسخة 62 من الدوري الممتاز المصري. مباريات الجولة الأولى تبدأ بمواجهة بين إنبي وأسوان في تمام 2:30 عصرا، ثم مباراة طلائع الجيش مع الجونة في 17:00 مساء، وتختتم منافسات اليوم بمواجهة الإنتاج الحربي ونادي كيلوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز. اختارت مجلة الآثار الأمريكية أركيولوجي ماجازين كشف توابيت سقارة الملونة كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020. هذا وصنفت هذا الكشف ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام. وضعت صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل ألوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير فبراير 2021. كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت منتصف نوفمبر الماضي عن نجاح البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام. والآن إلى أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار الجمعة طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
بهذا نصل للختام، وهذا تذكير بأهم ما ورد في هذه النشرة من أخبار. الرئيس السيسي يثمن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية. وزيرة الصحة تستقبل أولى شحنات لقاح كورونا وتؤكد أنها ستقدم بالمجان للكوادر الطبية وكبار السن. بايدن يصف توصية هيئة الدواء والغذاء باستخدام لقاح فايزر بأنه نقطة ضوء في وقت مظلم. ختاما نحيط عن مسابة المشاهدين بأن تردد أكسا نيوز اتش دي 12303 معدل الترميم 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.